صباح الخير. صباح الخير حبايب الموجودين تركيا. اليوم طبعا الجو ممطر كلش، مثل ما تشوفون طالع راح اجيب صامون. جالس اشوفكم الوضع، شوف الشوارع كانت نظيفة. الا صباح الخير العمر، الشوارع شلون تكون نظيفة، ما تحس انه اكو مطر، عندهم كل مجاري تشتغل. يعني هسه المكان اللي بيه حاليا هاي الرشادية اللي قلت لكم عليها قرب البيم اللي موجودة من سوق السبت، اللي مكان هو طبعا بالشقة مالتي. هسا انا حاليا اريد انزل اجيب اشتري خبز او صمون. اليوم طبعا الجمعة، الجمعة عندهم دوام رسمي عادي، يعني ما عدا الدوائر الرسمية اللي مرتبطة بالحكومة، بس مدارس مثلا جهات شغلات كذا عندهم دوامها، حتى الأمنيات. هذا المحل اللي دا تشوفونه حاليا الواقفة بنت بصفها، طبعا ورا المحل هذي اكو مختار المنطقة، هاي القطعة مالت البيضة مبينة شوفوها زين، مختار منطقة الرشادية. يعني باشر عقبة تريد مثلا تصدق عقد، تسوي لك شغلة تأييدات، كل من هذا المختار. هاي القطعة مالته والمحل مالته جوا، هي هاي بتر المختار. هاي النزلة اللي بصف البيم، طبعا تركيا مشهورة بالنزلات، انه تنزل انت وتصعد. بالنزلة جوز تشوفها سهلة، بس بالصعدة اكثر العالم ما تحب الصعدات، تقول لك اتعب. وطبعا اعتيادي مكان على مكان يفرق، تلقي لك شقة مثلا صعدتها كلش قوية تصير صعبة عليك، الكبير بالعمر ما يقدر يصعدها، الشاب عادي يتحمل. ولا وقت احنا ما شاء الله شباب من هالوقت كمان خطوتين ويتعب. هاي السيارة خاصة بالفحم مال المساعدات، وزعوا الفحم للعوائل اللي محتاجة. هاي الفركة، هذا سوق السبت، وصلنا هسه بالنزلة جوا. على اليسار شوفوا، هسه راح اشوفكم هاي السيارة الواقفة. هذا هنا أنا مكان يبيعون بيه طحين، هنا قنية الطحين عندهم الاسمر، هو كأنه الابيض اللي عندنا احنا. سعره 35 ليرة، والصفر سعره 40 ليرة. هذا سوق السبت اللي وصلنا هسه احنا. هاي الفركة سيارة اللي تفوت من جوا، ان شاء الله باكر اصور لكم سوق السبت اللي يفتحون اهل المخضر واهل البضائع البقيه. هسه راح ننزل ان شاء الله. هذا المايكرو اللي صار هسه على يميني، شوفوا بالوجه، هذا بنهايه سوق السبت، يسمونه اجروميك مايكرو. اجروميك مايكرو شويه مناسبه اسعاره. هاي الفلكه، هذا سوق السبت، هو كله هذا البين. شوف هاي العلامة مالت البيم، هذا هو البيم اللي اقول لكم عليه اسعار تنافسية ويكون رخيص كلش. وهاي الشارعين اللي قلت لكم عليه اللي هو الجسر، هسه احنا مقابيل اللي راح يصير الجسر اللي عندنا بالتصوير اللي قبل اللي قلت لكم اكو الجسر مال سوق السبت، راح اصور لكم اياه ان شاء الله بعد اكثر. يعني اللي ندلي هنا تركيا جاي شايف هذا هو البوكانات. هذا فرع مال صمون، شوفوا هذا القبال اللي راح اعبره، هذا فرع صمون رخيص. الصمونة تنبع مثلا ليرة، وذا بايت كل ثلاث ليرات مثلا فد اربع صمونات يطك وحده زايده. هاي من يصير الصمون بايت، طبعا هو البايت مالتهم عبالك تاكل كيك. هنا عندك هاي المحلات اللي بسوق السبت، هاي المحلات كلها على العموم تعاملهم يعني كل شيء كاتبين له سعر، يعني يعرفون لي انكو عراقيين هنا، فما تدوخ تجي تريد لك حاجه مكتوب عليها سعر هاي بخمس ليرات هاي بليرتين، ويعرفون تقريبا يتعلموا عراقي من عندنا، من يحكي وياك يقول لك بهالقد وحده ونص خمسه ونص، مو شرط الا يعني تقدر تعرف تحكي وياه تركي. المهم حبايب، هذا اللي يسمونه شوك. شوف هذا، هذه اسواق مثل البيم اسمها شوك. هاي اسعارها شويه غاليه بس بضاعته يعني خلينا نقول شويه راقيه. ايه شوف هنا هاي الحيوانات اللي ما حد يتحرش بيها، هاي تمشي براحتها، مو سايبه طبعا هذا الشخص معين، ويحطوا لهم اكل بكل مكان يوكلوهم.
ان شاء الله هسه هنا اسواق باب الحاره اسواق عراقيه هذه كل شيء يسوون بيها. السلام عليكم. هذول جماعتي طبعا اعرفهم. حاليا من هنا بدي اروح على فرن الخبز. ان شاء الله يصير خير. حاليا اوقف التصوير. واي استفسار انا خادم لكم مثل ما قلت لكم على الواتساب او على الفايبر ان شاء الله راح انزل لكم رقمي بالفيديوهات وعلى صفحتي بالفيسبوك. اي شيء واللي يريد استقبله هنا بسامسون انا ما عندي مانع. لا حد يشيل هم ولا حد يقول ماكو حد، ترى الغيره العراقيه موجوده والعالم بعدها بخير. انا خادمكم اخوكم علاء العراقي، تحياتي.